شهدت مراكز إيواء الوافدين المصريين بالكويت اشتباكات وإطلاق قنابل غاز المسيل للدموع بعد تنظيم المصريين العالقين مظاهرة احتجاجية للمطالبة بسرعة عودتهم لبلادهم. وقالت وزارة الداخلية الكويتية أنها قامت بفض أعمال الشغب والفوضى يلي قام فيها الجالية المصرية في مراكز الإيواء المخصصة لهم في منطقة كبد، وأضافت أنه موضوع سفر المخالفين وإعادتهم لبلادهم هو التأخير عائد لعدم وجود رحلات طيران إلى مصر، وتقدمت السفارة المصرية باعتذار عما صدر من أعمال الشغب. نتابع الفيديو. كيف الشباك؟ كيف الشباك؟ استنى استنى. هو ده الصح. لا ما تعورش. ما تعورش. كيف الشباك؟ نواف العنزي علق وقال الحل واضح، جيب السفير وقطه بينهم ويتفاهمون معه، وما يخلوا السفير يمشي إلا ويخلص الموضوع، يتصل بالخارجية أو يشوف له شيء صرفة معاهم، ما جيتوا يقص عليهم بكلمتين ويمشي. أيضا كويت العز عم يحكي ويقول أكبر غلط سوته الحكومة هو وضع جالية واحدة في مكان واحد، المفروض وضع جنسيات متعددة حتى لا يكونوا نقوة. شهدت عدة مناطق في المملكة العربية السعودية في الساعات الأخيرة غزو أعداد كبيرة من أسراب الجراد القادمة من اليمن. وزارة البيئة والمياه والزراعة توقعت حدوث المزيد من غزو الجراد الصحراوي خلال الأيام والأسابيع المقبلة بسبب ظروف الجراد الموجودة في اليمن، بسبب وجود أيضا أسراب ومجموعات كبيرة وبكثافة عالية جدا. فنشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لفيديو لاجتياح الجراد. انتابع الفيديو. تداول مقطع من أغنية باقون هنا بشكل مفاجئ مؤخرا بصوت الفنان الكويتي نبيل شعيل في مواقع التواصل الاجتماعي، والمعروفة عن هي الغنية إنها قديمة كتير بسبب هالمقطع يلي انتشر أثار غضب العراقيين. والأغنية يلي حققت نجاح واسع عند انطلاقها من قبل إحدى شركات الاتصالات الكويتية في عام 2018، بيقول المقطع يلي فيه أنه سندباد كان بحار خليجي عظيم، وهو الأمر يلي أغضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي العراقي بسبب قيامهم بنسب السندباد إلى الخليج وتجاهل حقيقة أنه هو معروف من زمان من بغداد. إلى ذلك قام عدد أيضا من رواد مواقع تويتر بعمل هاشتاج حمل عنوان سندباد من بغداد للتعليق على الأغنية والتأكيد على أنها عراقية، وحظي أكيد هذا الهاشتاج بردود فعل واسعة من المغردين.